أسعد الله مساءكم أيها المشاهدون الكرام. نعلن اليوم انطلاقة برنامج حكي شباب، وهو الذي سيطرح جميع قضايا الشباب على الساحة الأردنية بلا تميز ولا تحيز لأي طرفة ولأي جهة. ننقل الصورة من الشارع إلى الساحة الأردنية بكل أمانة. سنناقش قضايانا على الهواء مباشرة، وسننظر إلى النصف المليء للكاسة، لأننا مللنا من التهجم الإعلامي والتهجم الاجتماعي على الشباب، والذي هم جعلونا أشرارا وليس أخيارا، ولأننا نملك صفات جيدة مثالية من شباب الأردن العظيم. سنفتح قضاياكم جميعها بلا تردد وبلا خوف، وسيكون معنا دائما ضيوف مختصون. سنناقش اليوم وسنفتح بكل قوة قضية العنف الجامعي، الذي هي شابها جميع الشوائب وتحدث عنها من هم غير الاختصاص. نستضيف معنا اليوم في قناة نورمينا وببرنامج حكي شباب ضيفين أعزاء، هم كانوا دائما إخوة كبار لطلبتهم، وكانوا أصدقاء لموظفيهم، عملوا بجد وباجتهاد على أن يتولوا مناصبهم بكل أمانة وإخلاص، وقادوا شبابا وصنعوا شبابا عظاما. رحبوا معي بضيفي الكريمين الدكتور حسين الخزاعي، عميد كلية رحمة الجامعية، أستاذ علم النفس. أهلا وسهلا بك دكتور. بارك الله فيكم. ورحبوا معي أيضا بعميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور طارق الحموري، الدكتورة في القانون. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أسعد الله مساءك. حياك الله. مبروك انطلاقة البرنامج الجديد. الله يبارك فيك. حياك الله وأهلا وسهلا بك. أيها المشاهدون الأعزاء، ننتقل إلى تقرير صورته قناة نورمينا فلنشاهده. ظاهرة العنف الجامعي طبعا هاي ظاهرة قديمة، يعني هي كلها الجامعة أصلا كلها مشاكل، فهاي المشاكل بتحدث من أثر نزاعات بين شخص أو أكثر، ودائما في أكثر الأحيان عن طريق بنات. يعني الأسباب اللي تؤدي إلى العنف الجامعي هي بتكون من أثر منازعات فردية، هي الأسباب، وهو جهل أصلا، هذا جهل عند الطلاب. طبعا في حال حدوث اي مشكله طبعا نحاول احنا نحلها يعني قبل ما تكبر، يعني هي بتكون بين طرفين، بالاول بتكون بين طرفين، فاحد الطرفين بيكون في عنده جماعه بتكبر المشكله، فاحنا بنحاول ايش انه في الاول من الاول نحلها بين الطرفين. والله ظاهره هاي يعني ظاهره اول شيء يعني مش ما بدنا نقول انها مش كويسه، يعني بدرجه قليله، يعني إشي بنم عن التربية الأسرية، إشي بنم عن التربية الأسرية والأخلاق، في خلل أسري من أولها، ويكون واحد أصلاً اللي بيسوي المشاكل هذول بيكون عندهم فراغ، بيكون عندهم فراغ ومهم فضيل، يمكن هو أخلاقه يعني اللي بيسوي المشاكل هم أخلاقهم أصلاً سيئة. والله ظاهرة هاي كثير كثير كبيرة صارت صراحة، يعني أول إشي عندك الشباب فلتت على الآخر، أنا أعطيك من الآخر، يعني فلتت كثير على الآخر، صار الشباب كلها فارغة ما عندهم إيش تعملوا وقاعدين فيش إشي، وطبعاً زي ما أنت شايف أحوالنا، أنا أقول لك إياها، أنا واحد من الناس كثير بتعرض لشغلات هي، يعني كثير الشباب فاضي ما عنده إيش يعملوا، يعني بحضر محاضرة محاضرتين وطول اليوم فاضي بالجامعة قاعد ما عنده إيش يعمله، ما في نشاط كبير يعمله، يعني نشاطاته خفيفة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الأعزاء، وأسعد الله مساءكم مرة أخرى. نبتدي مع الدكتور حسين الخزاعي، عميد كلية رحمة. دكتور أسعد الله مساءك بكل خير ومحبة. دكتور، كيفية ظهور العنف الجامعي وكيف نشأ بمجتمع أردني وهو مجتمع متحاب وسلمي؟ يا سيدي بداية بارك الله فيكم، واسمح لي كمان أنا أكرر ما تفضل فيه أخوي العزيز الدكتور طارق بأنه أبارك انطلاق هذا البرنامج. الله يبارك فيك. أبارك لأسرة قناة نورمينا اللي إحنا بنعتز فيها دائما، بتسلط الضوء على كل القضايا اللي بتهم المجتمع الأردني، ولعل هذه أهم القضايا اللي هي الآن بتهم
معظم أبناء الشعب الأردني، وخاصة أنه يوجد الآن على مقاعد الدراسة الجامعية في الجامعات الأردنية بحدود 270 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس. فالآن عندما نتحدث عن 270 ألف طالب نتحدث عن 270 ألف أسرة أردنية الآن أبنائهم سيتوجهون إن شاء الله. الأسبوع القادم سيكون عندنا أول يوم بالسحب والإضافة في 15 شهر في بعض الجامعات، بعض الجامعات اليوم بدأت، ويوم 22 شهر رح يكون عندنا اللي هو اليوم الأول للتدريس. فأنا ببارك أول شيء لقناة نورمينا اختيار هذا الموعد، نهيئ الأهل نهيئ المجتمع لدخول أبنائهم للجامعات، ونتمنى بإذنه تعالى أنه هذه القضية وهذه الظاهرة وهذه السلوكيات السلبية أنه تنتهي، وأنه تكون فعلا الجامعة مكان حاضن أول شيء للشباب، حاضن للطلاب، حاضن للعلم، مكان يؤدي رسالته على أكمل وجه، مكان ما يكون فيه منه خوف. الطالب والأهل لما بروح ابنهم على الجامعة يروحوا وهم مرتاحين، وهم يفكروا ابنهم أنه راح يقضي يوم في طلب العلم، وأيضا في يستفيد ذهب ليستفيد من الجامعة ليس الأخرى. ليعكر صفوة الحياة التعليمية في الأردن بالتأكيد. أما أنه يعني إذا بنتحدث عن هذا الموضوع خلينا نحكي أنه في البدايات، يعني بدايات تأسيس الجامعات في الأردن ما كانت هذه القضية موجودة أبدا، كان هناك في اختلافات في الرأي، وكانت الاختلافات دائما تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى حوارات إيجابية وإلى تفاعلات إيجابية بين الطلاب. إلا أنه يعني بعد 1997 بدأت بعض القلاقل وبعض المشاكل بين الطلاب في الجامعات، زادت عن حدها يعني من خلينا نقول من 4-5 سنوات. صحيح. بدأت تزيد عن حدها بشكل كبير جدا، وبدأنا نلمس يعني حتى أنه بطلنا نقدر نلحق في اليوم الواحد ممكن يكون في 3-4 مشاجرات داخل الجامعات مختلفة. هذا أخي إبراهيم السطوشات الفردية اللي بتصير بسرعة وبتنتهي اللي تنتهي في آنها. صحيح. لا إحنا نتحدث عن المشاجرات التي تكبر داخل الجامعات وتنتقل من جامعة إلى جامعة إلى جامعة إلى جامعة. صحيح. الآن هذا هو الخطر، أنه عندما تحصل مشاجرة، وزي ما تفضلوا الإخوان بالتقرير وأنا بوافقهم الرأي، أنه المشاجرة عادة بتحصل بين فردين. نعم. الآن الفردين هذول سرعان ما أنه بتنتقل داخل أسوار الجامعة، وبثواني بتنتقل خارج أسوار الجامعة. خارج أسوار الجامعة. الآن اللي برا اللي برا الجامعة بيجي على الجامعة، وخاصة الآن سهولة الاتصال مع الأهل مع الأقارب مع الأصدقاء مع المعارف. طبعا الآن الذي يتحمل هذه المسؤولية، أنا ما بقدر أقول في طرف واحد، لا، في عدة أطراف. الطالب عليه دور، الأسرة عليها دور، المجتمع عليه دور، الجامعة عليها دور كبير كمان في هذا الموضوع. يجب أن الجامعة هي تحل جميع مشاكل الشباب، أو تنشئ مؤسسة خاصة داخل هذه الصرح العلمي لإملاء الفراغ على الشباب ليشغل نفسه فيما يستفيد منه. بالتأكيد. ولكن يعني ما قبل احنا عم نشوف المشاجرات عم تطلع من زي ما تفضل الدكتور عم تطلع خارج أسوار الجامعة، هي عم تعطل الحياة الاجتماعية خارج الجامعة، هي ما وقفت على الجامعة فقط، هي بتعمل تعطيل لكل مرافق يعني الجامعة. في ذلك اليوم بصير في عندنا إعلان حالة طوارئ في كل المرافق اللي بصير في الجامعة. لماذا؟ تعلن حتى أنه نحاول عدم خروج. صحيح. المشاجرة خارج أسوار الجامعة. نعم. وأبقى داخل أسوار الجامعة. نعم. إلا أنه الآن نحن نقول إحنا نقول كالتالي، خلينا نبدأ بالأهم، في الأهم في قضية العنف الجامعي. والآن وأنا بتحدث إلى كل أبناء الأسرة الأردنية المتحابة مثل ما تفضلت أخي إبراهيم، إحنا أسرة متكاتفة. نعم. متحابة المجتمع الأردني. لماذا هذا الكلام بصير؟ فأنا الآن بتوجه، الآن أبنائكم ضايل لهم أسبوع أو أسبوعين بدهم يلتحقوا بالجامعات، فأنا بطلب من كل أب ومن كل أم ومن أب. نعم. ومن مربي ومن أستاذ ومن أكاديمي بوجه لهم النصيحة والإرشاد، بقول لهم يجلسوا مع أبنائهم الآن يسلحوهم، يسلحوا الأبناء بثقافة التسامح. نعم. المحبة، التعاون، التنافس الشريف، الحوار الإيجابي، وأهم قضية، أهم قضية أنا بدي أوجهها للأهل الآن وبدي أرفع صوتي، اختيار الصديق داخل الجامعة. الصديق الغذاء مش. نعم. الصديق الداء. في شباب داخل الجامعات معدلاتهم متدنية، في شباب داخل الجامعات طلاب
عنيفين، في طلاب عندهم سلوكيات سلبية، في عندك طلاب على أبواب الانفصال من الجامعات بسبب الإنذارات الأكاديمية، في أسباب بيعملوا شلل وبيعملوا بؤر وبصير في عندهم سلوكيات سلبية. فأنا بقول للأهل وجهوا أبنائكم أولا بالتعليم، اثنين احترام المعلم، احترام الأستاذ داخل أسوار الجامعة، احترام الأنظمة والقوانين التي تقوم عليها الجامعة وتعمل بها كلام الجامعة. جميل دكتور، مليء بالقيم وبالعادات الجميلة التي تؤهلنا بأن نكون من المجتمعات المتميزة. ولكن دكتور طارق، هل تعتقد أننا العنف الجامعي تفاقم لأنه لا يوجد هنالك قانون رادع يمنع الطلبة عن العنف الجامعي؟ يا سيدي الله يمسيك بالخير. الله يمسيك ونور النبي، ومبروك مرة ثانية انطلاق برنامجك الجديد. بنتأمل إنه نشوف برامج أكثر للشباب، نتأمل إنه نشوف أنشطة أكثر للشباب يساهموا فيها الشباب، وتتعرض لاحتياجات الشباب، لأنه قد يكون هاي أحد أهم الأسباب اللي منشوف فيها تطور ظاهرة العنف الجامعي. أنا ما بدي أعيد اللي حكاه الدكتور اللي حكى كلام صحيح ومنطقي جدا. ظاهرة العنف الجامعي لها أسباب كثيرة، الجامعة مش الوحيدة فيها. هو الطالب بيجيك انت سنة أولى، مرات بالفصل الأول بالسنة الأولى بيكون جزء من العنف الجامعي، ما لحق يقعد بالجامعة عشان تحكي انه اكتسب شيء من الجامعة. جزء من القيم اللي بيكتسبها الطالب هو مزيج من 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 عوامل مختلفة، تربيته بالبيت، نشأته بالمدرسة، علاقاته بالمدرسة، تطور الاجتماعي بالحي تبعه، بالمنطقة تبعه، بين أقرانه وبين أقاربه، داخل الجامعة، الناس اللي بيختلط فيهم. بس يقينا نحن لا نعاني من نقص بالتشريعات التي تتعاطى مع العنف الجامعي. تشريعات موجودة، أنظمة تأديب الطلبة بعتقد بجميع الجامعات موجودة، الأنظمة تتحدث عن عقوبات صارمة، لا بل إن وصل حد الفعل المرتكب كعنف جامعي إلى درجة تتجاوز المخالفة التأديبية للطالب ينتقل الأمر للمحكمة، بيروح للنيابة العامة، لأنه إذا ارتكب جرم مش فقط ملاسنة بسيطة أو مشاجرة بسيطة، حتى هاي ممكن في بعض الحالات أنها تدخل في باب الجرائم، بس الأمور الجسيمة بتحولها الجامعات إلى المحاكم إلى القضاء. صحيح. فنحن لا نعاني من نقص بالتشريعات من حيث النص، هلا هل نعاني من عدم تطبيق النصوص دائما؟ هل نعاني من عدم معرفة الطلبة بالنصوص؟ هاي كلياتها أسئلة مهمة بحاجة إلى إجابة، لكن يقينا نقص في النصوص ما في. أنظمة تأديب الطلبة تتعرض لمختلف الحالات وتدرج في العقوبات تصل بحدها حتى الفصل من الجامعة. صحيح. تماما، مش فصل لمدة محددة. نعم، فصل من الجامعة. صحيح. والجامعة لها الحق بحالة الفعل المرتكب إلى النيابة العامة إذا كان يشكل جريمة، ولذلك نحن لا نعاني من نقص بالتشريع. إذن دعنا نقول لا يوجد هنالك ثغرة في القانون، ولكن هنا المشكلة في تطبيق القانون.